طب مش الواحد بعيد على بيته من دون مأوى بده يضل يعني وين بدنا نروح؟ أنا وبناتي الأربعة وين بدنا نروح؟ خلوك في الشارع يعني. الشارع وين؟ أنا هلكت في الشارع ماليش بيت. ما إلي بيت. وين بدي أروح؟ يا بدي أتأجر يا بدي أقعد عند حدا تاني. من وين أروح؟ يمكن الساعة تقريبا 4 سمعنا صوت صاروخ. إحنا فكرنا بعيد، أترد تحذيري. بعدين صاروا الناس يحكوا أخلوا أخلوا أخلوا. طلعنا نجري بعدين سرق قصف هذه العمارة. خبطوا صاروخ استطلاع على الاخر طابق، حسينا في شيء، طلعنا اللي بقولنا معاكم 10 دقائق تخلوا. 10 دقائق نزلنا وشايف الوضع كيف، ضربوا ثلاث طوابق كلهم. ما بعرف هاي اللي صار. وفجأة تشردوا الناس وكنا تشردنا. وهينا يعني الساعة احنا ما لناش شهر، اليوم بصير لي شهر و10 ايام بس ساكن فيها، متأجرها جار الشقة يعني. هاي صار هيك شايف الشيء اللي صار. احنا بلغوا الجماعة اللي في البرج اللي جنبنا انهم بده يضربوا البرج. واخرين البرج وطلعنا. حسبي الله ونعم الوكيل، شو بدنا نعمل؟ شايفك شارد. الحمد لله. شردت من بيتنا وش عرفنا ناخذ اخذنا. الحمد لله على كل شيء.